خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ذلك نتلوه عليك من
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم نبتهل فنجعل على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء
بيننا وبينكم بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أفلا تعقلون يا أهل الكتاب لم تحاربون فلا تعقلون ها أنتم
لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ما كان إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم سبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله والله ولي المؤمنين النبي
صدق الله العظيم.